مثل هذه التي شاهدناها ضيعها، انطلق يطو، من هل سيسدد من هذه المسافة؟ يراوغ يواصل يسدد، أوه يوزعها، جول، الهدف الأول، هو الهدف الأول لمصلحة السي اس اي في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة عن طريق محمد لامين عبيد. الشباب يتمكن من الوصول إلى المبتغى ويسجل أول أهداف المباراة. انطلق قال هو نسيم يطوي من مدينة الأبيار، راى القاعدة الجماهيرية التي تمتلكها المولودية في مدينة الأبيار التي شهدت ميلاد هذا اللاعب. وزع وجه اللواء، غفل غفلة دفاع المولودية من دون أن يكون في وضعية التسلل. فريوي لا تصله الكرات، ونقاش كذلك، التي كانت تخرج وحولها إلى كرة خطيرة براسية ممتازة في لحظة غفلة من دفاع الشباب. يتمكن نقاش من تعديل النتيجة للمولودية. وحشود عبد الرحمن ربما كان بإمكانه أن يقول بأن الكرة مر، وأمام وفاق قصيف ومتعادل في النتيجة أمام المولودية التي تقترب من الثاني. المولودية تقترب من الثاني بعد أن أعلن الحكم مخالفة عن ركلة جزاء، زائد بطاقة صفراء لمن انطلق نبيل، توغل واصل العودة الغير موفقة بوشريحة، أيمن وقع في المحظور في ركلة جزاء. وحتى مزيان قناص سامي فريوي، فريوي يضيف الثاني للمولودية في الدقيقة 56. دقيقة عكسية، الكرة في جهة والحارس في جهة حتى أنه لم يحرك ساكن. هذا بن عياد ارفعها كما ينبغي، ولكن من يضعها في الشباك موجود، من يضعها في الشباك موجود. جول جابوت، جابوت عدل النتيجة، جابوت عدل النتيجة. ومن ليس جعبوط انما بالغ ابو سفيان بين الفريقين. وان غابت الاثاره ماذا يقول حكم المباراه؟ هل يقول بانه في ركله جزاء؟ مباراه مجنونه، انت تعلن عن ركله جزاء بعد العوده الغير موفقه ام ماذا؟ يبدو بانك اخطات او تسرعت يا سيدي الحكم في هذه الكره. لمن تكون وعلى من تكون؟ لمن تكون وعلى من تكون؟ كانت للمولوديه وعلى السي اس اي، 3-2 بتوقيع سامي فريوي في الدقيقه 76. الشوط الثاني وتخرج من عنق الزجاجه بعد ان عدل الشباب النتيجه. ينتظرون، يتركون الكل على اللاعبين، يريدون العودة والتسديدة القوية هذه فوق خشبات المرمى الثلاث. 3-4-2، 4-2، كرة الرابع، كرة الرابع، يا سلام، ضاعت المباراة. لم تنتهي ولم يحسم فيها كل شيء، لم يحسم فيها كل شيء، يا سلام. ما هذا؟ بعض الفرق ويكون إلى جانب فرق أخرى، لما لم تسجل هذه شباب قسنطينة أصبحت المأمورية صعبة عليه. هل يتأمل هذه المرة منرفز وكأنه غير واثق من أنها ستحول في الشباك؟ يا سلام على فريد شعال، ينقذ مرماه من هدف محقق فريد شعال. بن عيادة يرفعها، آخر كرة في المباراة، مبروك للمولودية النقاط الثلاث، وهارد لك لشباب.